السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا كنت طلعت واحد الفيديو على أساس الرجل اللي تلاح هو ومرته من السطح، ما كناش عارفين الحقيقة. كلنا كقناة ديالنا ما كنخرجوش وما كنقولوش شنو طاري، وحنا باقي ما عرفنا حتى شي حاجة، ما داز لا تحقيق لا والو، وإنما حللنا بعض الحويج اللي ممكن نكونوا شاكين فيها. ما عندهمش مصروف، بغاو يبيعوا السيارة على حساب اللي تقال، مناقشات طلعوا الفوق، واستبعدنا ان الرجل يلوح مرته او لا المرأة تلوح راجلها او لا مضاربين او لا. وكاين الناس قالوا بالله راه كانوا ضياف عندهم وطلعوا الرجل دقت به طلع الفوق تبعته المرأة. لكن السر الوحيد اللي كنا كتشك فيه القناة ديالنا هو ان الحقيقة غتكون عند البنت، لأن تبارك الله البنت عندها 7 سنين، أكيد البنت كتعرف فاهمة، غادي تكون فاهمة شنو هو النقاش اللي داز بين باها وامها. قبل من هاد الشيء عرفنا من عند الوالدة ديال المرحوم الله يرحمه، طلعت هي وبنت خالته تيقولوا أن السيد بعد ما طلق المرأة الأولى تزوج بهاد السيدة ولد معها 3 ديال الدراري، فجأة لصقت فيه واحد السيدة، وهذا خبر صحيح. لصقت فيه واحد السيدة، ما عرفناش الحقيقة كيفاش تلصقت فيه والطريقة باش لصقت فيه، وإنما انتم كتعرفوا العيالات كيكون عزيز عليهم الرجل المجوج، وحتى الرجل كتكون عزيز عليه المرأة المجوجة. هذا من قلة الإيمان لصقت فيه وكتواصل معه وكتهددو لانه ما بغاش يطلق المراه ديالو، وكنطلب من المراه ديالو باش يتزوج بها ويجيبها هي المراه الثانيه، وتخاصموا بعد ما اكتشفت المراه ديالو ان هذا المشكل هذا غادي يفرقها مع راجلها اللي تزوجت به عن حب وبغاها وبغاته، وصلوا لثلاثة ديال الوليدات وماشي هي المراه الاولى، ماشي هي المراه الاولى. والشرطه بدات بحث واكتشفت هذا الشيء، وطلعت البنت الصغيرة حتى هي بعد ما خدت الشرطة وسولتها كيفاش كانوا جالسين عاديين، فجأة الرجل حل الباب أرجع بدا كيغوت وتيقول أنا ضاقت بيا نفسي، أنا ضاقت بيا نفسي. السيدة حتى هي طلعت عليه خرج الباب ورجع، حتى هي كتقول ضاقت نفسي ضاقت نفسي. تخطاو السحور اللي لقوه الشرطة بعد ما قلبوا ولقوا حتى العائلة ديالو شي طلاميس لقوهم. الله يعافينا ويعافيكم ويبعد علينا أولاد الحرام اللي خدموا هاد الناس. وانتم كتعرفوا كاينين بعد الكهانة اللي ما كيخافوش الله وكيعرفوا يدرسوا هاد الشيء اللي خدوا الفلوس، وكيوعدوا داك الشخص اللي جا عندهم انهم يضروا المرأة ورجلها ولا الرجل ومرسو اللي كيكونوا هما جايين على قبلهم وانهم عندهم الغرض به. ربما عرفت ان عنده تاكسي وغادي يقدر تعيش معاه مزيان. انتم كتعرفوا اي وحدة خدات الراجل الا كتعرف تسيره وتبعدوا على وليداته. بعد ما مشات المرأة غضبانة مشات عجوزتها الله يجازيها بخير ويقوي من مثالها، وردت مرت ولدها وجمعوا طوا وصالحوهم ودخلوا، وهذا الشيء كتعرفوا العائلة كلها. ودخلت المرأة لدارها هذيك الليلة اللي جاو فيه هذيك السيدة عرفت بالواقعة ودارت اللي دارت ورشت الباب وصار اللي صار. وهذا الشيء انتم كتعرفوه انه مذكور ومعروف، لكن ما كاينش القانون اللي كي يعقب عليه. هاد الناس ضاعوا بعد ما طلعوا للسطح، سخن لهم راسهم. انتم كتعرفوا الانسان اللي كيسخن ليه راسه ما كيعرفش اش يدير، كيقدر يتجاوز شي حدود اللي مستحيل انه يعرفها في هذيك اللحظه انها خطر، كيتجاوزها وكيديرها وكيغامر براسه وكيقدر يلوح راسه ولا يقتل راسه ولا يضرب راسه ولا اي حاجه. الناس اللي شافوا من بعيد مسافه البعد ما غاديش يعرفوا الحوار اللي كاين وما يعرفوش اش كاين. وتقدر تكون المراه تكلمات وداك الشيء اللي جاها لراسها باش يفرقها على رجلها مشى ليها باي طريقه، ممكن طج من الدار وما غتعرفش لا لوطه ولا الفوق ولا التحت ولا شنو كدير. الضحيه في هذا الشيء كله هما دوك الدراري، لا المراه اللي سحرات خدات الراجل
لا الرجل المسحور تزوج بالمرأة ولا بقى مع مرته، ولا المرأة خلات ليها الأخرى راجلها، كل شيء مشى خاسر. ولكن شكون اللي ظالم وشكون اللي غيبقى ضميره مأنب ولا نعس وحط راسه المخدة وما قالوش الحكم ديال العدالة ديال الدنيا، وغادي أكيد غادي يطالوا العدالة ديال الآخرة، لأن ما بقاوش هذوك الناس تسامح معهم. هي السيدة اللي مشات وطوعت نفسها وعندها فلوس ومشات عند فقيه جربوه الناس وعطوها الرقم ديالو ومشات جربات وما خافتش الله، وبغات تاخد واحد الحاجة ما مكتبش ليهم ماشي ديالها، وهو مكتب ليهم يمشيو شهداء على يديك المجرمة، وانتي بقيتي في الدنيا كتعاقبي راسك براسك، ما لقيتيش مع من تقولي الله يسمح لينا منك ولا سمحوا ليا ولا طلبي منهم السماحة. وبقاو هذوك الدراري هكاك غادي يلقاو والديهم وغادي يلقاو حبابهم وغادي يجمعوهم وغادي يعيشوا معاهم، لكن قدر ما هم تيبكيو وتيكبروا وكيتألموا منين يكبروا يعرفوا قصتهم، يدعو فيك بحسبي الله ونعم الوكيل كلمة للحق اللي كتطلع للسماء وكتطيح على الظالم وكتنصف المظلوم. البنت خلاو عندها 7 سنين في الوقت ديال انها كتفرح الى جات من المدرسة، وكتفرح الى جابت النتيجة، وكتفرح الى شفت والديها جا، وكتفرح الى حل ابوها ولا امها الباب ولا جابوها من المدرسة. غصبتيهم الدراري باقين صغار باقي ما عارفينش اشنو ليهم وشنو اللي عليهم، كنتي غتغصبيهم وتدخلي عليهم، لكن يمكن ربي سبحانه وتعالى رحمهم انهم الوالدين يمشيو عنده ويتسناوك حتى نهار تجي وياخدوا حقهم منك. وارحم دوك الوليدات ربما يعيشوا احسن وما تكونيش انتي داخله عليهم. كيفاش غادي تنعسي وكيفاش غادي ترتاحي وكيفاش غادي تكوني مطمئنه وانتي جالسه وكتشوفي هادشي؟ كنظن ما عندكش الضمير او لا عندك وميت باش تحسي بدوك الوليدات او باش تشوفي دوك الناس مشاو تحت التراب. كلنا غاديين، لا محاله غاديين، شحال ما جلسنا غادي نمشيو، ولكن كاين اللي غادي بطريقه والكاين اللي مشى بطريقه. ما عرفش علاش هاد الناس اللي كيزربوا على ارواح خلقها ربي تكون فوق الارض وتمشي باذنه، صحيح ان مكتاب، لكن الناس كتسعى انها تكون سبب في خراب بيوت باش تنجح وباش تعيش معيشة الناس تانية. علاش المرأة كتقلبي على مكان مرأة أخرى؟ راه طالها رجال، قبلي على راجل ما خدامش وديريه راجل وراه غادي تكوني معاه حياة سعيدة. هذه هي الحقيقة ديال الراجل اللي مات ومرته. كنتمنكم ديروا لي لايك وما تنسونيش راكم باخلين عليا، وانا كنحبكم وهذه القناة ديالكم، كنتمنى انكم تساعدوني في اللايك. جزاكم الله خير ورحم الله الناس اللي ماتوا وأسكنهم فسيح الجنان.